اصحاب التفكير الزائد هون بيوقعوا بمطب بيحتاروا. انا احترت كيف بدي قرر. اليوم كتير من الامور الحياتيه بتواجهنا ان كان بشغلنا ولا باي مجال من حياتنا بيكون التردد هو سيد الموقف، وكتير من الاشخاص بيحتاروا بين عده بدائل او عده خيارات قدامهم وبيظلوا عم يفكروا يمكن بالاخر ما يطلعوا بنتيجه سلمى. صحيح عفاف، هاي المشكله بحد ذاتها انه انت ما توصلي لنتيجه. ممكن اكيد وطبيعي انه نحن نفكر بقراراتنا لحتى نقدر نوصل للقرار الصح اللي بدنا اياه، لانه اكيد القرار هو مسار بالنهايه رح نمشي فيه ورح يحدد طريق معين، اما رح يكون نتائجه سلبيه او ايجابيه على حياتنا. ولكن بالنهايه التردد له حد معين، قيمه هالحد بيزيد وبصير سلبي. رح نتعرف على كل هاي التفاصيل، كيف الأشخاص ممكن ياخذوا قرارات بحياتهم من دون تردد، مع ضيفتنا اللي معنا بالاستوديو الأستاذة رند نضر، وهي ماجستير بعلم النفس. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح النور. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. يعني اليوم عم نحكي، خلينا نقول أصحاب التفكير الزايد قديه ممكن يوقعوا بفخ التفكير الزايد انه ما يقدروا ياخذوا قرار. طب هون امتى انا بدي شخص حالتي اني انا شخصيه متردده بكل مجالات الحياه؟ تمام. هلا بالبدايه الشخص المتردد بنلاحظ عليه انه هو بيتردد بابسط الامور، تمام، مو بس بالقرارات المصيريه والهامه. فهو ممكن على مبدا بسيط انه يختار يشتري هالقطعه ولا ما يشتريها، فهو بيتردد بابسط شيء، يروح ما يروح بيتردد، يعني بابسط التفاصيل هو شخص متردد. بالاضافه بنلاحظ انه هو شخص كثير بيفكر وبيحلل بشكل مبالغ فيه، لدرجة انه هذا التفكير الزائد بيعطله انه هو ما يقدر بقى اخر الشيء ياخذ قرار، انه بيستنزف طاقته وجهده بالتفكير بدون ما ياخذ بعدين اي قرار، وهذا الشيء بينعكس بعدين على ثقته بنفسه، انه هو بصير بينظر لنفسه انا شخص ما عم بقدر اخذ قرارات بحياتي، ما بحسن بدون اخذ قرارات، بدون ما ارجع للاشخاص يشوروا علي يا ترى اعمل ولا ما اعمل، رغم انه ممكن هالاشخاص يكونوا ما لهم علاقه ابدا بالموضوع ولا بيمسهم قريب ولا بعيد وبياخذ رايهم، او اذا اتخذ قرار فهو دائما بشك بقراره صح ولا مو صح، لهيك بنلاقيه ممكن يلجا لهم انا صح اخذت هالقرار، دائما بيطلب التوكيدات انه انا صحيح يا ترى هذا القرار اللي اخذته ولا لا، بشك بقدراته. بالاضافه دائما بنلاقيه بيهرب اوقات من اخذ القرارات، خذوا لي القرار، لانه هو بخاف من اللوم، بيهرب من اللوم لانه بخاف يقولوا له انت غلطت، ما كان لازم تعمل هيك، قلنا لك لازم ما تساوي هيك، فهو بنلاقيه بيهرب. هي يمكن مشكله كثير كبيره، حتى كنا اليوم عم نحكي انا وعفاف قبل الهوا عن شيء شبيه بهذا الموضوع، انه احيانا في اشخاص بيوصلوا لمرحله بيحطوا نفسهم باماكن بعدين بيكتشفوا انه هن ما قدرانين يرجعوا، لانه خايفين الناس تقول لهم صحيح. انت هذا اختيارك، تماما. انت قررت هذا تماما. القرار. طيب انا كيف بدي اتخطى هذا الشيء من دون ما اضر نفسي؟ لانه بالنهايه انا بالحالتين عم ضر نفسي، اذا ما تراجعت واذا استمريت بهذا القرار. تمام. هو صراحه وقت انا لحتى ما اضر نفسي انا بدي اشوف الموقف، يعني مثلا انا وصلت مثلا اخذت قرار ووصلت لنتيجه انه لقيتها مو هي النتيجه اللي بدي اياها، اذا استمريت فيها فانا فعليا عم ضر نفسي، واذا انا بدي اتراجع خايف من اللوم. طيب انا هون بدي اعمل موازنه، يا ترى مصلحتي ولا انه اسمع اللوم. انا شخص مسؤول فانا قادر اتحمل النتائج، لذلك انا ببحث عن حلول ممكنه للامر يلي انا صرت متردد فيه او انه لقيت نتيجته غير مناسبه. بشوف بحط خطه مثلا شو الحلول الممكنه، شو الممكن، يعني باخذ كل الابعاد للموضوع وكيف انا ممكن اتعامل مع كل بعد من الابعاد او الحلول اللي مطروحه عندي. وممكن تكون مثلا خلينا نقول احلام ممر اوقات، فممكن انا احط كل شيء نتائج متوقعه حتى كانت سيئه بالنسبه لي، وانا كيف ممكن اتعامل معها في حال وقعت، واخذ القرار الانسب لي بعد ما اساوي مثل مقارنات بين الايجابيات والسلبيات. يعني ممكن على سبيل المثال ممكن شخص قرر يلتزم بوظيفه معينه واستمر فيها، بعدين لقى حاله انه مو بهذا المكان هو بعد مثلا ما قطع 6 سنين فيها، اذا ممكن يترك مثلا انه شلون بدي اترك، بدي ارجع بلش من جديد، الناس بتلومني انه انت عندك تكاليف ماديه، ممكن يصير هذا القلق يصيبه. فهون هو فعليا بده يوازن، انا يا ترى في عندي هلا فرصه عمل حاليه افضل، يا ترى اذا انا حال تركت هلا مثلا انا عندي شيء من الامكانات او الذخيره اللي مخبيها تكفيني، فبده يوازن كل اموره ويعمل موازنه ايجابيات وسلبيات وياخذ القرار
وراح يرجع يتحمل النتائج اللي هو موجود فيها. طيب دكتورة، ولو هيك خلينا نوضح سبب هذا التردد، يعني ما بين اليوم التردد والخوف والقلق من المجتمع خلينا نقول، بحيث انه حياتنا هاي قراراتنا دائما في رهبة من المجتمع انه انا اذا غلطت رح اتحاسب او رح اتعاقب او شو رح يحكوا الناس عني. طب خلينا نرجع للسبب الجوهري لهذا الشيء، شو سببه؟ تمام، بداية حقول لك السبب الجوهري، رح نرجع للطفولة. منشأ نمط تربية الوالدين، إما نمط التربية الحماية الزايدة والخوف على الطفل، يا أما التسلط. بالحالتين سواء كان حماية، مثلا الأهل بيصيروا إحنا خايفين على ابننا أنه مثلا ينصدم، خايفين على ابننا يزعل، فنحن بناخذ عنه القرارات بأبسط التفاصيل. تمام، كحماية من هون الولد اتكالي أنه أنا ما بعرف أخذ قرار، دائما ملجأوا أهله مشان، او مثلا اذا كان اخذ قرار بلومه، شفت كيف قلت لك لازم ما كنت تعمل هيك، شفت ماما شلون تعرف هي الصح. تمام، هي على ابسط مثال. فهون الطفل شو صار؟ انه انا ما بعرف اخذ قرار، دائما لازم ارجع لامي او ابي لحتى اخذ يعني قرار. يعني لازم من هو وطفل يعطوه مشجع فيه. تماما، ببعض الامور تماما القرار. في مثلا من مثال بسيط، ممكن نختار اي لعبه بدك اياها ونحمله نتيجه قراره. تمام، يعني ممكن نحن نطرح بين ايديه لعبتين واختار اي لعبه، فهو مثلا اخذ ولعب فيها ومال، انا ما بعطيه اللعبه الثانيه لحتى هو يصير مره ثانيه يفكر انا هاللعبه ولا هاللعبه، انه هو حيتحمل نتيجه قراره. اما اعطيه التنتين بعدين فهو ما عرف شو هي مهاره اصلا اتخاذ القرار. نقطه ثانيه هي اسلوب التسلط. التسلط انه هون بيصير انه نحن قبلنا بنخاف عليه، انت ما بتعرف لساتك صغير عاجز، انا ما بعرف، او بكل شيء معتمد على اهله، معتمد على اللي حواليه انه يلبوا له هي الاحتياجات. فهو شخص اتكالي اعتمادي، كمان مشان هيك ما بنلاقيه قادر انه هو ياخذ قرار. كمان من الاسباب الجوهريه انه الشخص بحب المثاليه، دائما لازم هو ما يغلط، لازم يكون قراره صائب، فسعيه للمثاليه والكماليه بيشعله دائما قلق متوتر، انه بخاف من الفشل، انه انا اذا اخذت قرار وطلع خاطئ يا الله كيف الاخرين حينظروا لي وكيف هذا الشيء رح ينعكس علي. فهي من الاسباب خلينا نقول اللي هي كثير مهمه، لانه بتؤدي للشخص انه يتردد. طيب استاذه رند، حكيتي فكره كثير مهمه، احيانا بعض الاشخاص بيكونوا اعتماديين، صفاتهم هيك او هن شخصيه متردده. طب ما هي الشخصيه هي نشات هيك لانه تم إنشاء على هذا الأساس، وهون المشكلة، الجذر المشكلة إن هو الشخص بيأخذ كتير طباع بحياته إنه أنا متردد أنا كذا بسبب تنشئته بهاي الطريقة. طب خلينا نحكي شوي عن دور الأهل. طبعا. اليوم بمساعدة الشخص المتردد. طبعا. وهل فينا نساعده بعد ما خلص تكونت شخصيته وصار ناضج وخلص هاد صار طبع من طباعه؟ طبعا أكيد بإمكانهم الأهل، كتير لهم دور كتير كبير بأنه هن يعززوا مهارات أولادهم وحتى قدراتهم وثقتهم بنفسهم. بالبداية خلينا نحكي هن الصغار انه يبلشوا يعودوهم انه كيف هن ياخذوا قرار، يناقشوهم، يكون في حوار. شغله ثانيه، مو انه بعد ما الولد مثلا معودينه طول حياتنا انه نحن ساندينك، نحن بنعطيك القرارات، بيوم وليله انت اتكالي، انت هيك روح لحالك. هون لحتى نحن نمهد له انه هو يستقل، كثير مهم انه نحن يكون في مع المراهقين والشباب اللي هن دائما اتكاليين على اهلهم، في دائما حوار ومناقشه معهم. يعني مثلا انه نحن هذا الموضوع اللي انت مثلا، مثل ابسط مثال انه بده يفوت اي فرع جامعي، بدل ما نحن نطرح عليه لا هيك لازم تاخذ، انه مثلا انت شو هواياتك، انت شو بتحب، شو ميولك، شو اتجاهاتك، ممكن نحن نناقشه. مثلا هو بده لنفترض يفوت فنون واهله بدهم اياه يفوت شيء مختلف تماما، فمن هون هن ببلشوا يناقشوا بابعاد الموضوع، بايجابياته وسلبياته، شو رايته للموضوع. خلص لقيناه مصمم ومصر، نبلش نناقشه بمجالات العمل المستقبلية اللي ممكن أنت تتوقع تشتغلها، نروح نسأل، نروح تأكد من المعلومات، يكون في عنده كمية معلومات ويقارن بين الإيجابيات والسلبيات. إنه أنت في حال
اخذت هذا الاتجاه بهذا الحياه، انت ممكن تواجه عقبه 2-3 وممكن مثلا يكون في عنا ايجابيات 1-2-3. طب هي العقبات انت كيف ممكن تتخطاها في حال واجهتها؟ هلا هون وقتها وقت بياخذ هو القرار وبيختي هالخطوه، في حال بقى فعلا واجهته العقبات فهو عرفان كيف حيبلش يتجاوزها وكيف بعدين ممكن كمان يرجع لاهله، ممكن يستشيرهم، بس بالنهايه ممكن هن يعطوه اراء لكن هو حيرجع يفكر بالمصلحه المناسبه له ويتخذها. طول ما انا بلشت عوده انه انت حتتحمل النتيجه وهي بالنهايه نتيجتك انت رح تتحملها وتواجهها لحالك، فهذا الشيء بيخليه انه يفكر، وبالمقابل انه خلص انا بدي اخذ القرار بالتشجيع من اهله انت قادر، ومنذكره بالامور اللي لو كانت بسيطه قدر ياخذ فيها قرار انه انت بامكانك شخص مثلا انت شخص ذكي بامكانك تاخذ هذا القرار، بامكانك تعتمد على نفسك، بامكانك يعني بلشوا يشجعوا فيه نقاط القوه بشخصيته لحتى هو يقدر ياخذ هذا القرار. شغله ثانيه ممكن نحن نساعده انه يتقبل انه نحن ممكن نخطا، معلش انه نحن ممكن الشخص يوقع بالخطا وممكن هو ما يكون قراره صحيح، بس هو قادر مثلا يلاقي حلول بديله في حال وقع بقرار خاطئ. فمعناها انه هون نحن نزرع فيه نبلش تقبل انه نحن نوقع بالاخطاء وما نسعى دائما للمثاليه، دائما لازم تكون قراراتنا صحيحه. كمان في عنا نقطه ممكن نساعده انه نحن دائما الشخص المتردد بيكون في عنده خوف داخلي انه انا واجه، بيخاف انه يغلط، بيخاف انه يتحمل اللوم، يتحمل المسؤوليه، فلهيك بيهرب. نحن ممكن نساعده بانه من خلال الحكي معه انه نتوقع أسوأ سيناريو هو خايف منه. وقت نحن نتوقع أسوأ سيناريو شو الحلول؟ انت من شو خايف تاخذ هذا القرار؟ كيف ممكن تتعامل معه لهذا السيناريو السيء اذا صار؟ فهون هو لقى الحل، خف عنده التوتر، انه ممكن مثلا الامر كله ما بيعني له، او انه خلص انا ممكن اتجاوزه، او ممكن اعمل هيك بخفف من الضرر اللي صار، فهذا الشيء ممكن انه يشجعه انه ياخذ القرار واصلا التوتر عنده بينخفض. فعلاقة الأهل والحوار مع طفلهم وحتى مرحلة الشباب والمراهقة وتعزيز قدراتهم مع يعني تعزيز قدرات أبنائهم له كتير دور كبير بأنه هو يتشجع وياخذ القرار ويصير. خلينا أستاذة نظر قبل ما نختم مع حضرتك نروح للجانب الإيجابي من التردد. في أشخاص بتقول أنه أنا حتى لو ضيعت وقت كتير طويل بالتفكير الزائد والتحليل لهذا الموضوع، المهم أني أنا أطلع بنتيجة مرضية بتناسب كل الأمور اللي أنا حاطت لها أهداف. تمام. اليوم التردد ممكن يكون إيجابي بحياتنا حتى لو استغرق وقت طويل أو حتى كمان ضغط لحتى نحسم قرارنا. تمام. هلا بالبدايه بيكون ايجابي وقت انا فعليا بيكون هذا القرار بيتعلق باشخاص كتار معي، انا هذا القرار حيأثر على الاخرين، وقتها هون حلو انه مثلا ممكن يستشيرهم يوصلوا لقرار منيح تجي نتيجته حلوه. بالاضافه ممكن خلينا نقول اذا يكون ايجابي اذا كان هو مثلا قرار كتير مصيري وبده وقت كدراسه وتحليل وتفكير لانه مثلا في تغيير نهج حياه مختلف، لكن ممكن كمان بالإضافة هو يكون إيجابي كمان يكون سلبي إنه يروح عليه فرص. يعني مثلا إذا شخص جاته فرصة عمل إذا كان كتير عم يحلل وكتير يفكر وكتير هي الفرصة ما ناطرته. تمام. فأوقات إنه خلص أنا أعمل بس موازنة إيجابيات وسلبيات وإنه كيف أنا ممكن خطة أتعامل فيها مع العقبات اللي حتواجهني كفيلة إنه أنا تساعدني أخذ القرار واتجه نحو القرار اللي بدي اياه، لانه ممكن الفرص تجي مره واحده ما بتتكرر ممكن. هلا نقطه كمان انه ممكن يكون ايجابي في اشخاص ممكن تلاقيها تروح لعند غيرها تقول لك انا باخذ قرارات جاهزه لانه انا خلص بريح راسي وباخذ هذا الموضوع وخلص. هلا هذا الاوقات انه هون بيعزز عنده الاعتماديه على الاخرين صراحه، ومثل ما قلت لك ممكن يروح فرص على حاله، بس لكن ممكن يكون ايجابي وقت انا بلجا لاشخاص ذوي خبره بالموضوع مروا بتجربه مشابهه فانا اخذ هذا الحل، او بالاضافه اذا كان الشخص عم يعاني من مشكله مثلا نفسيه قانونيه فانا ارجع لاشخاص ذوي خبره واستشيرهم كمان هذا امر ايجابي. فممكن نحن مثل ما حكينا التردد هو ممكن يكون ذو حدين انه ايجابي وسلبي، لكن سلبي انه ممكن يروح علينا كثير فرص، ممكن دائما يجعلنا اشخاص قلقين، ينعكس على ثقتنا بنفسنا، لكن يكون ايجابي بالامور اللي بتحتاج فعلا التفكير والتحليل لانه هي ممكن تكون بامور هامه جدا. طبعا لا مانع انه نحن نستشير الاشخاص ذوي الخبره مثل ما حكينا والاختصاص حتى نوصل لقرار افضل. اكيد يعني معلومات مهمه مثل العاده استاذه رند، شكرا لك ولوجودك معنا. شكرا لك استاذه رند، اهلا وسهلا فيك.